الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا تتجدد من أرضية عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة في هذه الانطلاقات القوية والرائعة والجميلة والمتميزة التي يزداد جمالها بحضور هذه الشعارات التي أتت من كل حدب وصوب للمشاركة من جميع ميادين دول مجلس التعاون. نرحب بالجميع ونبدأ في شوط جديد، شوط يحمل الإثارة والمتعة، شوط الثامن الذي خصص للجعدان من فئة المهجنات الأصايل. مباشرة أسير واندفع إلى المركز الأول لأتقدم مع الصدارة الأولى ومع المقدمة. هذا مشكور لمحمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، مرحبا بهذا الشعار الجميل والكبير الذي يقدم لنا. مشكور على صدارة هذا الشوط، يقدم بهذا الأداء الجميل. ركز يا سعيد، تابع الأداء، تابع المنافسة الجميلة. بينما المركز الثاني نزاع لمحمد بن أحمد بن سيف الغيث المري، انتقل واتحول بين هذه الأسماء بل أصول وأجول لأتابع الشعارات التي تندفع من الجانب الآخر. شعار حجب عنا رقمه، ولكن بدأ بالتسلل والانطلاق. أيضا ننتقل إلى المركز الرابع لنتابع الذهيب عبد الله بن عبيد، هنا مع هذه الاندفاع عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري يتقدم في هذه اللحظات. هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي الرائع وصل الشعار بن حماد، يتقدم مع الطائر مانع بن علي بن حماد الشامسي، والتقدم الآخر يبدأ ما بين الشعارات. شيبوب، أين عنترت يا شيبوب؟ يتقدم في هذه اللحظات لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيلية، يتقدم ويتحرك بشيبوب. الله، تاريخ لهذا الاسم يا بن نصيب. وأتذكر كلمات عنترة حينما قال: إني ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. هنا مع هذه الاندفاع الجميلة المركز الخامس، من وصل؟ من تحرك؟ من يتقدم؟ الباز علي بن عبد الله الفيدة المري يتقدم ويتحرك هنا من خلال هذه المنافسة، من خلال هذه التحديات الجميلة. سنجار عبد الله بن حبتور بن ذيب الدرعي يتقدم ويتحرك ويبحث عن انطلاقة جميلة وتحديات رائعة من خلال هذه المنافسة، من خلال هذه التحديات الجميلة المميزة المتحركة الباحثة الطالبة من أجل الفوز والانتصار الجميل. الله، من يتقدم؟ من يتحرك؟ من يبحث عن الفوز من خلال هذا التواجد؟ هنا من على الصدارة، على الصدارة الذهيبة، سجل باسم الذهيبة بل هو اسم، يتقدم في هذه اللحظات عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، مسجل بهذا الاسم، يتقدم على المركز الثاني من خلال هذه التحديات الجميلة.
الجميلة هنا في هذه الاندفاع الجميلة. من سار على المركز الأول وتقدم على الصدارة سنجار 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 عبد الله بن حبتور بن ذيب الدرعي على المركز الأول وعلى الصدارة. هنا مايهاب ناصر بن سالم بن محمد الدرعي يتقدم على صدارة هذا الشوط على المركز الأول. يسير هنا مع مايهاب ناصر بن سالم بن محمد الدرعي على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول من خلال هذه التواجد من خلال هذا الحضور. المركز الثاني هنا رعد يمعى بن مطر بن غميل النعيمي، لكن خلاص الفوز مع ميهاب، وميهاب هو مع الفوز. ناصر بن سالم بن محمد الدرعي يحقق هذه النقطة الذهبية، بينما المركز الثاني رعد لجمعة بن مطر بن غميل النعيمي. المركز الثالث كان مع المركز الثالث متعب محمد العصري الخيلي. المركز الرابع كان مع المركز الرابع هو ايضا سرمد لمانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الخامس كان مع المركز الخامس الغربي لصالح بن سالم بن مهتوم آلي نيبي. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا مع انطلاقة هذا الشوط وتحدياته واندفاعاته. وفي الإعادة نجد التوقيت الزمنية المرافقة لهذا الاندفاع. هناك 5:59 بالوفاء والتمام. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما أتى بالمركز الثاني هو رعد جمعة بن مطر بن غميل النعيمي أدى عرض رأي أشكر عليه 6:02 من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان متعب لمحمد العصري بن سعيد الخيلي. والتوقيت الزمني للمركز الثالث هنا نشاهد 6:05 من الثانية. تهانينا والناموس.